انطلاق موفق أعزائي الجمهور والحضور الكريم لإثنى عشر من الجيادة العربية الأصيلة إعازات مبكرة والصدارة للجواد العريش شك بريسنج وشيد بان ميزور خطوة بخطوة رقم اثنان أمبيدر بيدوزول ومحمد عبد الهادي الهجري وأرنود لوبين في الترتيب الثالث رقم اثنى عشر مجدور مربط إنجاز وجود بيكوراتور خطوة بخطوة من وسط الجياد حريم مكسعة الشيخة إيمان بنت محمد بن خليفة الثاني وسفيان سعدي في الترتيب الرابع في الترتيب الخامس أقمار محمد ناصر الرمزاني النعيمي وعبد الله فيصل في الترتيب السادس ميدان حسن بن علي حسن المطوي وعبد الله الهاجري المنعطف الثاني ونقطة 1500 متر والصدارة مع العريش الوصافة مع إمبيدور ديبوزول في الترتيب الثالث إحريب في الترتيب الرابع مجدور في الترتيب الخامس أقمار وفي الترتيب السادس ميدان نرجع إلى الصدارة مع العريش والوصافة لا تزال مع الجواد إمبيدور ديبوزول والترتيب الثالث تحركات لحريب ومن الجهة الخلفية مجدور في إعازات مكسر في موقع جميل خالد بن غانم بن محمد ربيع الكواري وجروم مورتا نقطة 900 متر العريش في وضع اليد تقليص للمسافة من إمبيدور ومقاحة تحركات من الجهة الخلفية لحريب و إعازات لمجدور المنعطف ما قبل الأخير اتجاها إلى المنعطف الأخير 600 متر على خط النهاية تخطف الصدارة والقادم احريب ملك سعادة الشيخة إيمان بن محمد بنت محمد بن خليفة الثاني والسفيان سعدي من الجهة الخلفية ماكسر ومحاولات لمن وسط الجياد إمبيدور ديبوزول محمد عبد الهادي الهجري وأرنود لوبين ولكن احريب من الجهة الخارجية ماكسر من وسط الجياد خالد بن غانم القواري ولكن احريب ملك الشيخة سعادة الشيخ إيمان بن محمد بن خليفة الثاني والسفيان سعدي مبروك.